Да, мне нужны мои деньги. И еще я хочу башку и уши того, кто их украл. Турок пусть возвращается домой. Принесите мне мои деньги. هو انت كل مرة تختار لنا مكان يقطع النفس كده؟ اسمع كلام فرحات تكسب. 3 شهور من ساعة ما جيت من اوكرانيا، لا خطر ولا تهلكة ولا قلق ولا سكر بودرة. سكر بودرة؟ اقعد انت اطمني كده فرحات. ها حقي المصدر تبعي احسن كتير من النطاب اللي ضحك عليك. وغير كده كمان انت تروح تلعب لحالك يجي لك بلوى. انت ده انت مخاوي مخاوي وواكلها ولعة. اه صحيح يوسف. بطل هتست كل ما تيجي الضاعة. بقول لك ايه؟ اتلم، انا مش مدمن، لا انا بتهرش ولا انا بريل ولا واقف قدامك كده بتلوى في الارض، ده تيست، تيست شغلتنا. دير بالك على صحتك. خليك انت في صحتك، انت محتاج لها اكتر مني. سكر حلوة الدنيا سكر ترى لا 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 سكر حلوة الدنيا سكر ترى لا 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 وتعلمت من درس أوكرانيا إن أشتغل سمسار أأمن شغل متداري وسهل ومحدش واخد باله أي حد يعمله لا وجع دماغ بقى ولا سكر بودرة ولا 36 سنة سجن شكرا بس تقول ايه في الطمع يموت الزمار وصوابها بتلع اوكرانيا تاني يوسف اعطيني سبب واحد يخليك تسافر برجليك للمرة التانية اوكرانيا ايه انت ما تبت ما تبتش يا فرحات ممكن اسافر تالت ورابع وعاشر كمان المره اللي فاتت كانت مهدي وسكر سنترفيش المره دي الزبون تقيل والشغلانه اتقل يا بني ادم لو لفقت هنعدي انا وانت وبعدين المره دي الزبون مصري مشيها ان المصريين وحشوني وعايز اعمل معاهم واجب عيني انت ما بتعرف عنه شيء والمصري مثل المو مصري في هالشغله بعدين شو لازمتها هالمخاطرة؟ شو لازمتها هالمخاطرة؟ ما احنا بنكسب كتير يمكن عشان ما عنديش حاجة ابكي عليها يمكن عشان ما اعرفش اعمل حاجة تانية بص يا فرحات عندنا مثل في مصر بيقول لك ضربوا الأعور على عينه وقال لك خربانة خربانة انت هتعرفني على الراجل بتاعك الكمية المرة دي كبيرة الكمية كبيرة وانا معيش فلوس تغطيها عرفني عليه اخد منه الحاجة اصرفها وارجع له فلوسه ها؟ اعرفك وتضمني الاهم انك تضمني ولا هي 15% من الشغله كم 15% من الشغله ولا خلاص خلاص يا كردي يا ابني يا كردي مالي ايدك من الراجل بتاعك ما تقلق طب يلا عشان الراجل بتاعي مستنى جابر بيه اتأخرنا عليك معلش اسطنبول بقى وزحمتها جايين بنجري والله مش مهم المهم العملية ماشية 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 إن شاء الله ماشية ماشية يا يوسف بس بنريد عربون الأول طبعا هسيب لك عربون ده بيزنس ومتى راح يكون التسليم؟ أنت هتوصل إمتى يا يوسف؟ يومين بالكتير إن شاء الله بقى عندك جابر بيه بإذن الله أوصل أنت بالسلامة وكلمني طمن على الحاجة وطبعا أطمن عليك وبعدين هنتفق على ميعاد التسليم عين العقل عين العقل وهي دي اصول البيزنس هي دي اصول البيزنس يا جابر بيه لقمه بقى على السريع عشان يبقى عيش وملح لا تفضلوا انت انا عندي ميعاد ما يصحش ده انت ضيف سندوتش شاورما طيب احترم نفسك يا اخي مالك ايه مع الراجل ليه انت هتريح مشي ميعاد يلا
مرحبا. مرحبا. ne istiyorsun Ferhat? Bir dakika Aziz Bey. Bir hafta içinde parayı istiyorum. Aslında ben ona güvenmek istiyorum. Fakat geçen seferki gibi yaparsa onu öldürürüm. Anladın mı? Öldürürüm. He? Değil mi? يوسف يوسف الرب راح يعطي بضاعة وبيريد فلوسه خلال أسبوع. أقل من أسبوع هتكون فلوسه عنده. يوسف لو كنت مظبوط راح يحبك ويكبرك، ولو صرت تلعب لحالك زي المرة الماضية هيقتلك. وهو شعرفه المرة اللي فاتت فرحات. يوسف السكر مطحون، عارف إن البضاعة كانت سكر بودرة. سؤالي، هو عارف منين حكايه المره اللي فاتت؟ دير بالك يوسف، دير بالك. ماكو شيء في هالبيزنس اللي بيعرفه عزيز بيه، وانا ما بخافش لا منك ولا من عزيز. بس